مبروك، ألف مبروك، بداية مشرفة جداً وتليق بجمهور النادي الأهلي العظيم. أتمنى أن أنا أشوف كل الإمكانيات اللي احنا شفناها النهاردة دي، إمكانيات على أعلى مستوى، أتمنى أشوفها تخدم جمهور النادي الأهلي بالطريقة اللي هم يحبوها، توري الرياضة بمعنى الكلمة، رياضة اللي هي الأخلاق والمبادئ، وترسي القيم اللي احنا بنحاول نرسيها في الأجيال اللي جاية. بشكر جداً كل اللي قاموا على هذا العمل العظيم من أول بداية القناة من زمان جداً، زرع الفكرة وتطوير الفكرة والاستمرار في التطوير، والنهاردة بنشوف قناة على أعلى مستوى واستوديو على أعلى مستوى ومذيعين على أعلى مستوى. فأتمنى أن احنا نقدر نقدم فعلا حاجة لجمهورنا يفتخر بيها، والأجيالنا اللي جاية ترجع لها وتقدر تستثمرها في مصلحة النادي وتطوير النادي دايما بإذن الله. رسالة للقناة بمناسبة النهاردة، هو يوم فعلا تاريخي بالنسبة لنا كلنا، مش بس كأعضاء مجلس إدارة ولكن كجمهور النادي الأهلي وأعضاؤه. أقول لهم شكرا جدا على كل ما قدموه، شكرا على التفكير المستقبلي، شكرا على الطموح ان احنا نبقى فعلا من اكبر القنوات اللي موجودة في الوطن العربي الرياضية. وبشكرهم، ولكن بتمنى لهم طبعا انهم يبقوا فعلا قادرين على تحمل المسؤولية دي، لانها صعبة جدا ومتطلبة مجهود كبير، وان شاء الله هم قادرين انهم يقوموا بالمجهود ده ويظهروا للقناة على اعلى مستوى بإذن الله.